متابعين الكرام، نسير مع هذه الأعداد الكبيرة والرائعة والجميلة المشاركة، 43 اسم مشارك في هذا الشوط لناخذ المركز الأول. هناك سلهودة عتيق بن محمد بن زيتون المهيري بدأ المجازفة مباشرة في المقدمة والصدارة. المركز الثاني هناك تواصل من عوايد مسلم بن حمد بن متعب العامري، وصل هنا ليقدم عوايد كما عودتنا دائما، ولكن عوايد ايضا تاتي في هذا المسار الرائع والمشاركه ايضا في هذا الموسم التي تاتي متاخره بحكم ايضا الشكل والسن الصغير. ياتي بن متعب ايضا يحمل هذه النوعيات الرائعه والسلالات العريقه القادم من الساد، ايضا ميدان عريق بانجازاته وانتصاراته. نتواصل هنا مع بن صغوان محمد بن خاتم بن محمد الشامسي، يصل في هذه اللحظات مغيرا من مركز الى اخر لينتزع بساط المركز الثاني، المركز الثالث، يا سلام الرابع. هناك زعفرانه ناصر بن سيف بن عبد الله المنصوري، وصل بهذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس القادمة بهذا الانطلاق الرائع والجميل تصل اليازي فيصل بن خالد بن سعود بن حثلين، وصل في هذه اللحظات مقدم اليازي، ولكن هنا دخول من الشاهينية شاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، يصل في هذه اللحظات مقدما للشاهينية دمعة سلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي، ايضا منطلق من خلال تواجد هذا الاسم. وهناك دخول رائع من سفاير لمحسن بن حمد بن فهيدة العجمي، يصل ايضا مع سفاير وهي مسافرة الى ايضا ميدان الوثبة القادمة بهذه الانطلاقات الرائعة والجميلة. اسماء ايضا بعد العشر المراكز الاولى قادمة، مراسيل راشد بن حمد بن علي البريصي المري. اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى المركز الاول، اهالي الساد القادمين بالانطلاق، ابناء السلطنة منافسين من خلال تواجد هذه الاسماء الرائعة والجميلة. عوايد مسلم بن حمد بن متعب العامري، ما سماها عوايد غير معودتنا بالفوز والانتصار. هناك ايضا يتواصل في المركز الثاني، ياتي هناك شاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، احد شبابنا ايضا القادمين بالانطلاق، واحد ايضا الصايدين من رموز بطولة الوثبة، يتواصل لينطلق بالمشاركة القادم من منجم السبق ميدان الابيض. هناك الذي ينتج مثل هذه النوعيات الرائعة والجميلة، ولكن ارى شعار قادم، هوايل ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، وصل ايضا وبدا يدخل في المحيط الخماسي ويغير المثلث الذهبي والكيلو متر الاخير. ندخل اجواء هنا القادمة جمرية، يا سلام محمد بن علي بن غابش الوهيبي، لك التحية يا بن غابش، دائما له ايضا انتصارات قوية ومغامرات رائعة وجميلة من خلال تواجد هذه الاسماء. قمرية ايضا واصلة في هذه الانطلاقات القادمة من السلطنة، وبن غابش ايضا واحد من الاسماء القوية المشاركة في هذا الصباح الجميل. اعود الى صدارة، اعود الى هوايل، هوايل وهناك ايضا الشاهينية، هوايل بدأت تنطلق الى سكان المقدمة. ناصر بن عبيد بن يزرب العامري القادم من العين دار الزين ومن الطوية بالفعل القادم بهذه الانطلاقات الرائعة. هوايل بدأت تنطلق، هناك ابو علي القائد لهذا الشعار وهذا الاسم، ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء الجميل. قمرية تحركت، قمرية انطلقت ايضا بشعار محمد بن علي بن غابش الوهيبي، ولكن هنا ايضا الوصول، يا سلام يا قمرية، قمرية قمرية غيرت الصدارة، الله الله يا بن غابش، يا سلام محمد بن علي بن غابش الوهيبي، احد ايضا الشباب الذين منطلقين الى هذه الرياضة والعاشق للسن الصغير دائما ينطلق هنا. وسلام يا الابيض، سلام يا منجم السبك على هذا الاداء الجميل. لحظات الوصول قمرية محمد بن علي بن غابش الوهيبي، لحظات الوصول، تهانينا الناموس. المركز الثاني وصلت هناك مجاهدين الاعزاء شاهيني شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، المركز الثالث هوايل، هنا ايضا ناصر بن عبيد بن يزرب، المركز الرابع سلهود عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، المركز الخامس الفائز حمدان بن سعيد بن سالم الدرعي. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام نتواصل في هذه الانطلاقات الرائعه والجميله، ننطلق من خلال تواجد التوقيت الزمني، ما شاء الله لعل ان يكون توقيت ايضا مميز وجميل، ولكن يبقى التوقيت الافضل مع العفاري
أربع دقائق 23 ثانية 9 أجزاء من الثانية قمرية. محمد بن علي بن غابش الوهيبي مشكور يا بن غابش، مش غريبة بالفعل عليك هذا أيضا الفوز والانتصار. المركز الثاني 4 دقائق 25 ثانية 3 أجزاء من الثانية. كان هناك أيضا شاب بن حمد بن سعيد الوهيبي من قدم الشاهينية بالفعل، أسماء قوية وأيضا أبناء الأبيض يؤكدون هذا التواجد في المركزين الأول والثاني. 4 دقائق 27 ثانية 5 أجزاء من الثانية. هوايل قدمت عرض رائع جميل. ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، التحية أيضا لعبيد بن يزرب على هذا التواصل والدعم اللامحدود هنا لهذا الشعار. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام نتواصل، ولكن قمرية 4 دقائق 23 ثانية و 9 أجزاء من الثانية، وهناك الشاهينية مع بالسلمي 4 دقائق 23 ثانية و4 أجزاء من الثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.